السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذه عودة أخرى لشبكة المراسلين التي كانت قبل أيام على طريق النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وبرنامج خاص لقناة الأيام الفضائية. هذا اليوم هو نقل مباشر لزيارة وفاة الرسول الأعظم من النجف الأشرف، وهي تكون مباشرة كما عودتكم قناة الأيام مع الحدث وأينما يوجد الحدث من النجف الأشرف، وبالقرب وبجوار سيدي ومولاي أمير المؤمنين من محافظة النجف الأشرف. ننقل لكم أجواء الزيارة ليلة وفاة نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعزى هو سيدي ومولاي أمير المؤمنين وسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأرفع آيات العزاء إلى مقام سيد ومولاي صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إلى مرجعيتنا الرشيدة إلى العالم الإسلامي أجمع. هذه المناسبة مناسبة وحدة إسلامية تخص العالم الإسلامي أجمع. رسول الله رسول الإنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأيام العصيبة في مثل هذه الليلة، هذه الليلة بقى أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة الزهراء وثلة القليلة 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 المناصرة من أصحاب رسول الله الهداة المهديين على طريق واصلون طريق الهداية وطريق النور وطريق التوجه نحو الباري عز وجل. وفي مثل يوم غد يقبض الباري عز وجل روح رسول الله رسول نبي الرحمة إلى الجليل العالي. وهكذا هذه المناسبة العظيمة الجليلة ننقلها إليكم من النجف الأشرف مباشرة وبصورة مباشرة، مثل ما شاهدنا بالزائرين الذين أكملوا زيارة الأربعين لا زالوا ماكثين في النجف الأشرف، لا سيما من الدول العربية والإسلامية وبعض محافظات البلاد البعيدة مثل البصرة الناصرية. عندما يكملون زيارة الأربعين يتوجهون إلى مرقد سيد ولي أمير المؤمنين في النجف الأشرف لإكمال مراسيم الزيارة، وبعد انتهاء هذه المراسيم يعودون إلى بلدانهم. إحصائية هذا اليوم، النجف الأشرف استقبل أكثر من 19,000 رحلة، يعني كمعدل 10,000 وتقريبا 11,000 وافد إلى مطار النجف الأشرف، وأكثر من 18,000 مغادر من مطار النجف الأشرف. يعني معنى أن النجف الأشرف استقبل اليوم أكثر من 11,000 مسافر من الدول العربية الدول الأجنبية، جاءوا إلى النجف الأشرف في تقديم آيات العزاء إلى مقام السيد وملائي أمير المؤمنين في هذه المناسبة العظيمة. لا أنسى يعني عودتكم في كل مباشر من هذه المدينة المقدسة أو من الطرقات نقدم فد موجز قليل للإحصائيات. مثلا العتبة العلوية المقدسة هي التي يعمها هذه الملايين، وهي المخصوصة بهذه الزيارة، جهزت من جهودها وكثفت من هذه الجهود الأقسام الشعب الوحدات الساندة المختصة بهذه الزيارة، قدمت الكثير الكثير، لا سيما أن هناك غرفة عمليات خاصة في محافظة النجف الأشرف. هذه الغرفة هي بالتعاون بين الجهد الأمني الخدمي الصحي والدعم اللوجستي لمختلف الدوائر الساندة بمعية الأقسام ذات العلاقة في العتبة العلوية المقدسة. العتبة العلوية المقدسة هيئت مساحات من التوسعة الجديدة، هذه المساحات بحدود 15,000 متر مربع في محيط العتبة العلوية المقدسة خصصت لاستقبال الزائرين عليها السلام. هذه المنطقة الكبيرة هيئت أكثر من 8 قاعات بالإضافة إلى المرافق الصحية وإلى الحمامات، وتم تهيئة هذه المساحات لأجل استقبال أكثر من 30,000 زائر. يعني حقا أرقام كبيرة تقدم من خلال استقبال الزائرين، إلا أن هذه الزيارة مليونية وتفوق الأعداد التي تم تهيئتها. ولكن نقول بعد هذا اللقاء سلام عليكم. سلام على عجل. قواكم الله. أي والله. شلونك؟ خادمك تفضل. أنا بخدمتك. أنا بخدمتك. هنيئا لكم قدومكم إلى سيد المزار أمير المؤمنين وجايين هنا تقدمون العزاء في ذكرى وفاة الرسول. أهلا وسهلا. أنا سيد صباح من الهواز وياي نزور أبو حسين. من هناك لهنا. والنعل. والنعل. وبخدمتك. وجايين تعزون بهذه المناسبة ذكرى وفاة الرسول. هاي هاي كل سنة مرة واحدة واحد يستفاد من العيد. واحنا هنا انا معلوله
ورحمة الله عليك. أشاهدك على العربانة والإخوان وياك. أي والله أي والله. ويعني حقيقة هي هاي المشاعر، هذا الولاء، هذا الحقيقة، السير على عقيدة في سبيل دين الإسلام الحقيقي. ممنون منك ونشكر منك. أنا عندي شوية شو اسمه. موفقين إن شاء الله. موفقين موفقين. مشاهدي الكرام، هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين المؤمنين أجمع، لأن كما قلت قبل قليل مناسبة وحدة إسلامية، ألا وأن فقد الرسول الأعظم هو أعظم مرزية على الأمة الإسلامية. ومن هنا بدأت المصيبة الكبرى، ومن هذه النقطة بدأت الطامة الكبرى على جميع المسلمين، لا سيما آل بيت الرسالة، آل بيت الوحي، من هذه الرزية عندما فقدوا الحصن والكهف الحصين، عندما فقدوا المحامي المدافع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حصل؟ بدأت الرزايا تتتابع علينا من جميع الذين كانوا يظهرون المحبة والولاء لشخص الرسول. وأول رزية عندما قالوا إن رسول الله يهجر، نبي الرحمة، نبي الرحمة الناطق بس ولا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، هكذا علمنا وأدبنا الله بكتابه، هكذا قال سبحانه وتعالى الجليل الأعلى إنه لا ينطق عن الهوى، يقول فلان إنه يهجر. وهكذا بدت الرزايا الاعتداء على بيت فاطمة، بيت رسول الله. فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وبدت بدت بدت ومن بعدها تلفيق الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ومن بعدها رد شهادة السيدين الجليلين سيدي شباب أهل الجنة، ومن بعدها غصب فدك، ومن بعدها وأولها غصب الخلافة من صاحبه الشرعي الذي بايعوه يوم غدير قم، ومن بعدها 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 قتل ريحانة رسول الله. هذه المصائب لولا هذه الرزية لما جاءت هذه المصائب على آل بيت الرحمة التي جاءت بالتتابع وبالتسلسل. وإن أعظم رزية في الأمة الإسلامية ألا وهي هذه الرزية العظيمة، رزية فقد رسول الله، نبي الله، نبي الرحمة، نبي الإسلام، نبي خاتم الأنبياء، سيد الرسل، سيد البشر، سيد الخلق أجمعين. ونحن في هذه المناسبة لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أتحضر لهذه الأمور حتى أخذ بعض اللقاءات من السالكين في جوار مرقد سيد مولاي أمير المؤمنين عليه السلام، والذين جاءوا ليؤدوا مراسيم زيارة سيد مولاي أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة، ليلة الاستشهاد. يؤم سيد مولاي أمير المؤمنين بهذه الزيارة لخصوصيات عدة، من أهمها يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا أنه لا نبي بعدي، أنت نفسي أنا مدينة العلم وعلي بابها، والكثير من الآيات والقرائن والأدلة التي أكد بها رسول الله على أمير المؤمنين عليه السلام بأنه نفسه وذاته ومهجته، والمؤمنون يقومون بزيارة نفس رسول الله، يقومون بزيارة. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأجوركم بفقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم أحر تعازينا إلى إمام زماننا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، بذكرى شهادة جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. ويقول الأديب فيه: محمد أنت نور الله والمثل الأعلى، وأسماؤه الحسنى على النسم، وبسمة في ثنايا الدهر ما اصطبغت إلا بلون بعرش الله مرتسم. دامت رسالتك الكبرى ودمت لها، وكم نبي بما قد جاء لم يدم. أقسمت أنك للأجيال قاطبة، كالدر في البحر أو كالزهر في الكمم. نور تنقل في أصلابكم عظما، لأنت أحرست منه مقسم القسم. بعثت خير أب في خير معجزة،
لأمة بك أضحت خيرة الأمم، وقيل كل نبي عند رتبته، فيا محمد هذا العرش فاستلمي. صلوا على محمد وآل محمد. ونحن نفقد أفضل من في الكائنات وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سأل جابر بن عبد الله الأنصاري النبي صلى الله عليه وآله: أي شيء خلق الله أول ما خلق الله؟ فقال: يا جابر، نور نبيك وخلق منه كل خير. ونحن بهذه المناسبة أتينا نعزي أمير المؤمنين سلام الله عليه بفقد أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام أمير المؤمنين لماذا نعزيه؟ لأنه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنص القرآن في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبنص من القرآن الكريم أن الإمام أمير المؤمنين هو نفس رسول الله. لذا المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا عليه السلام: ما أعظم آية نزلت في حق جدك أمير المؤمنين؟ قال: قوله تعالى: فمن حاجك؟ قال: لموضع النفس. قال: نعم، لموضع النفس. والقرآن يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحمد لله على هذا التوفيق اللي وصلنا إلى جوار أمير المؤمنين ونعزيه بفقد سيد المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير أفضلكم دعاء والزيارة. مشاهدين كرام، لازلنا مستمرين بتغطيتنا الخاصة من قناة الأيام الفضائية، وكما عودناكم مع الحدث وأينما يوجد. واليوم في النجف الأشرف لنقل مراسيم زيارة وفاة رسول الله خير خلق الله، الدر الفاخر، العلم الزاخر، المنصور المؤيد، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم. الله. عظم الله أجورنا وأجورنا وأجوركم لفقدنا لسيدنا مولانا رسول الله خير خلق. نعزي الإمام الحجة ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بذكرى هذه الشهادة الأليمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم القدوم عند أمير المؤمنين هو تجديد عهد ووفاء. نعم. وبيعة. نعم. لشخص رسول الله في نفس علي. نعم، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا وعلي من شجرة واحدة، فهو من نفس علي عليه السلام، وأنا جاء من أمريكا زائر. ما شاء الله. نعم، يعني هذه رسالة. نعم. من النجف الأشرف إلى أمريكا. نعم. عندما تصل إلى أمريكا ما هي الرسالة التي تنقلها؟ لأن أنتم الزائرون من البلدان الأجنبية، أقول أنتم سفراء. نعم. للحسين ولعلي ولمحمد وآلهم الأطهار صلى الله عليهم وآله أجمعين. طبعا ننقل الصورة الواضحة والجميلة والزيارات والزوار وجميع الخدمات والأمان، ونشكر القوات الأمنية على هذا ذلك. أيضا ننقل الصورة الحقيقية. نعم. لإسلامنا الحقيقي. نعم. لا الإسلام المزيف الذي حاول يعني حاول الاستكبار العالمي أن يضعوه في خانة الإسلام. نعم. داعش صنيعة الاستكبار اليوم. نعم. هذا هو الإسلام المحمدي العلوي الحسيني. نعم. الفاطمي. نعم. إسلام السماحة، إسلام المحبة. نعم. إسلام المودة، إسلام الوحدة. أكيد. لا إسلام الذبح والقتل، إسلام داعش الأمريكي. أكيد، هو هاي يعني الإسلام يعكس من خلال المذهب الشيعي الجعفري المتسامح، والذي يوصي على المحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله لكم التوفيق. الله يسلمك. شكرا جزيلا. لازلنا مشاهدين الكرام وتغطيتنا المباشرة الميدانية من النجف الأشرف، وننقل لكم آراء مشاعر الزائرين الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة من خارج البلاد، من داخل البلاد، ومختلف المشاعر. وإحنا وياكم بهذه التغطية، ونأكد مرة ثانية بأنه تغطيتنا إن شاء الله تكون مستمرة حتى ساعة قادمة
من النجف الأشرف عبر أثيري إذاعتي وتلفزيوني الأيام وعبر منصات التواصل الفيسبوك التليجرام، وهذه التغطية التي يراد منها إيصال الصورة الصوت إلى العالم. تغطياتنا اليوم الإعلامية هي تغطيات عالمية، إيصال صدى هذه الزيارات، إيصال عقيدتنا، إيصال مبادئنا إلى العالم أجمع. ومن خلال تغطياتنا هكذا هنا وهناك، سواء كانت تغطياتنا على طريق كربلاء أو في هذه المكان المعين، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جواكم الله. الله شونك يا حبيبي؟ شون صحتك؟ الحمد لله والشكر، نحمد الله ونشكره. حدثنا عن زيارتكم لسيد ولي أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة. اليوم يوم ليلة وفاة النبي الأكرم، وجينا نعزي أمير المؤمنين بهذه المناسبة، مناسبة استشهاد النبي منقذ البشرية من الضلالة إلى النور. والحمد لله والشكر على هالنعمة هذه. الله كل التوفيق. أسأل الباري عز وجل أن يديم علينا نعمة الزيارة. نعمة أحسن. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. أحسنتم. كل التوفيق كل التوفيق. مشاهدي كرام، إحنا نتمنى ونسأل الباري عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة اتباع آل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن خلال هذه الزيارات أيضا طه يحضر لي المتحدثين. سلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى رحيل نبي الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يعظم أجرك وأجورنا وأجور المؤمنين والمؤمنات. حياك الله حج. من أين القدوم؟ من الأحساء. ما شاء الله، أخذنا قبل قليل لقاءات من الدول الأجنبية والآن من الدول العربية. مشاعركم أخوتنا من السعودية وأنتم في رحاب أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة؟ هذه الشعور ما تنحس ولا تنعد، إلا الله يحصيها ويعدها بس، ولا ما حد يحصيها ويعدها. وشعورنا الحمد لله كأنه في الجنة، يعني من الزحام وكذا واطمئنين وكل شيء وأمان، والحمد لله على هذه البلد. الحمد لله. قبل قليل انقلت في الصورة للمشاهدين، يعني قلت لهم أغلب الأخوان من دول الخليج الدول العربية الإسلامية بعد أن يتم زيارة الأربعين عند سيد ولاية أبو عبد الله الحسين عليه السلام يأتون إلى النجف الأشرف وينتظرون ذكرى وفاة رسول الله، يكملون الزيارة الله يسامحهم. إحنا بعد الوقت الأوقات يعني أحيانا نصير لنا متضايقة شوي، فلازم نجي هنا، لازم نحضر عند الإمام. ما بيها مجال. ما في مجال، لابد نحضر عند الإمام لو يوم واحد. لأن هاي أعظم رزية مرت على العالم الإسلامي، فقد رسول الله أعظم رزية في الكون. هذه أعظم رزية صحيح، ولكن نحن لابد نحضرها هنا. لابد تحضروها. لابد نحضرها إن شاء الله. تبايعون أمير المؤمنين لا تغادرون. ونبايع أمير المؤمنين قبل ما نغادر. الصورة اللي راح توصلوها لإخواننا الموجودين ينتظرون جريدتكم اللي بالإحساء، إيش راح توصلهم صورة عن العراق وعن الزيارات؟ أنا هذه المرة الثانية اللي أكون موجود هنا. ولكن سنويا ان شاء الله تواجد هنا، واقول حق اي واحد يقدر يجي يجي، يعني باي طريقه يقدر يجي يجي، بر جو بحر يقدر يجي يجي. هذه الاماكن ما تتفوت. كل التوفيق ان شاء الله. الله يوفق الجميع. دعاء وزياره. كل الدعوه على الله الاجابه. موفقين يا حبيبي، موفقين. مشاهدي الكرام، تحدثنا عن ادامه النعمه وكيف وبالشكر تدوم النعم. شكر الباري عز وجل في الالتزام بطريق محمد وآل بيت محمد، في السير على نهجهم والهدي بهديهم والتمسك بطريقهم لا طريق غيرهم، من خلال الالتزام بعقيدتنا، الالتزام بمبادئنا، الالتزام بهذه المناسبات التي تزيدنا فخرا وتزيدنا تمسكا وتزيدنا يقينا وتزيدنا بيعة لإمام زماننا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم سهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره الذابين بين يديه. مشاهدي الكرام، التمسك بطريق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين هو طريق الهداية وطريق النور وطريق البصيرة، فلهذا علينا بهذا الطريق أن نكون معهم في الدنيا والآخرة. وهذا هو شكر نعمة الباري عز وجل علينا، نعمة هدايته في إسلامه، نعمة هدايته في هذا الطريق. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين وياكم بهذه التغطية، تغطيتنا المباشرة من جوار مركز سيدي وملاي أمير المؤمنين عليه السلام.
نواصل حديثنا اللي تحدثنا به قبل قليل، وأن هذه الرزية رزية كبرى. الشاعر يقول على لسان سيدة ولاة فاطمة الزهراء عليه السلام: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غلاليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هكذا يصور الشاعر المصيبة والرزية التي جرت على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكم سيدنا، أعظم الله أجورنا وأجوركم بفقدنا لسيدنا ومولانا رسول الله خير خلق الله السراج المنير. اللهم صل على محمد. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك يا رسول الله. يعني في هذه المناسبة عندما أجد في العراق الشقيق إحياء وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإحياء، هذه العلقة وهذه العلاقة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تترجم الإيمان الحقيقي لهذا المجتمع، إنه مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مجتمع أهل البيت الأطهار. يا أهل العالم تعالوا هنا وانظروا هذه كيف أحياء مناسبة وفاة رسول الله. من الذي يحزن على رسول الله؟ ومن الذي يبكي على رسول الله؟ هذا المجتمع الإيماني. هؤلاء هم أنصار رسول الله، وهؤلاء هم أنصار أهل البيت الأطهار، يحيون مناسبة وفاة رسول الله. مواكب تخرج من جميع المدن العراقية لإحياء هذه المناسبة وتقديم ما يملكونه من الخيرات في سبيل رسول الله، وبقاء هذه المناسبة مواساة لأهل البيت الأطهار، وإحياء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا تمثل وماذا ترمز لنا كمسلمين. والحمد لله رب العالمين. من هذا المنطلق هناك من يحاول أن يخلط السم بالعسل عندما يقولون أنتم تبجلون وتقدسون الحسين سلام الله عليه أكثر من رسول الله، وأنت ترى بأم عينيك هذه المناسبة. أبدا والله، إن مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله كمكانة الحسين عليه السلام، ولكننا نمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله بإحياء ذكرى الحسين وزيارة الأربعين وزيارة الإمام الحسين امتثالا لأمر رسول الله. إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه إرادة السماء، لأن الحسين صلى الله عليه وآله هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن دور الحسين اختلف عن دور رسول الله. الحسين خرج بأمر من رسول الله لإحياء هذا الدين والحفاظ على هذا الإسلام. لولا الحسين لم يبقى إسلام في هذه الدنيا. الحسين عليه السلام متفضل على الأمة الإسلامية جمعاء بشهادته وتضحيته، متفضل علينا كمسلمين وكإسلام. لقد حافظ على الإسلام في ثورته، في شهادته، في نهضته، حافظ على القيم والمبادئ. هذا هو أبو عبد الله الحسين، هذا الذي نحن نحتفل أو نقيم العزاء لأجله ولأجل جده رسول الله. حسنتم سيدي. مشاهدين كرام، احنا مستمرين لكم بهذه التغطية، أظن الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة العظيمة. أبو مهدي الإعلام الحسيني المحمدي
له الكثير من البصمات الواضحة في هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أبلغ رسالة وصراحة بحاجة لأن نكون يعني أقرب ما يكون إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الأمم يعني تنبني بالأخلاق وبمكارم الأخلاق، وهاي هي أوضح شيء للرسالة المحمدية الأصيلة. أبو مهدي، ألا يمكن أن نقول الاحتفال الاستذكار لمفكرينا لعلمائنا لكبارنا من خلال هالشخصيات للسير على نهجهم؟ وهذا هو سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، هي توصلنا يعني أيضا المشاهد الكريم ينظر إلى شدة الزحام في جوار مركز سيد ولي أمير المؤمنين من خلال هذه التغطيات، وهذه التغطية تبين حجم الزخم الكبير للزيارة المليونية. طبعا أول شيء من بعد السقوط لحد الآن صراحة شبابنا من الرعيل الأول لحد الآن يعني هم سباقين بنقل الصورة الناصعة للشعائر، ويعني هي أمانة كبيرة تحملناها وتحملها الكل من الطواقم الفنية والإدارية حتى يوصلون يعني الصورة الحقيقية للعراق. العراق اليوم يعني اللي يشوف العراق بالخارج أو يسمع عنه أشياء يعني صراحة مو صحيحة، ولكن اللي دخلوا العراق انبهروا بمستوى الكرم والخدمة والبذل والحمد لله والشكر الجانب الأمني يعني والخدماتي بشقيه، يعني المواكب جزاهم الله خير خدام الحسين عليه السلام، يعني جهود جبارة. عن طريق فراس الفتلاوي مخرجنا وفنان المبدع الكبير رسالة نوصلها، ايش قد حلوة من يقول يبين بأنه جهد الخدمة موجود هو جهود ذاتية، يقولهم يا حكومة سلام عليكم كافي نوم. أكيد لا الجهد الإعلامي يعني جهد كبير، وصراحة لا يقل أهمية عن الجهد الخدمي. يعني أنت لو قد ما تشتغل أستاذ صلاح إذا مو صورة توصل جهدك فكأنما ما اشتغلت. فالتكاتف اللي والتناغم والانسجام بين المواكب وأصحاب المواكب وخدمة أهل البيت سلام الله عليهم والإعلام يعني وصل صورة ناصعة البياض لامعة عن العراق. الله يوفقكم إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. حبيبي حجي الله يوفقك. بعدين أستاذ رزق، المنصات الإعلامية توصل رسائل جميلة إلى العالم أجمع. هو لكن تغطيات الفضائيات المنتشرة الآن في محيط العتبة العلوية صورة الحقيقة للإسلام المحمدي الأصيل. السلام عليكم ورحمة الله. نعزي أمير المؤمنين وصاحب الزمان عجل الله فرجه ومراجعنا العظام بهذا المصاب والجلل. اليوم الإعلام رسالة ونقرأ رسالة بكل تفاصيلها الصحيحة بكل معطياتها الصحيحة والابتعاد عن كل ما يشوه الخط الشيعي الإسلامي من أثناء التغطيات الإعلامية والرسالة الإعلامية. عندما نقول بأنه الإعلام غاية واضح وصريح لكل العالم الإسلامي وسماحة الإسلام وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع أعداء، كان الرسول سمح حتى مع الأعداء. ولهذا يجب على العراقيين أجمعين أن يكون التسامح هدفنا وغايتنا في بيننا. صلة الرحم، التراحم، التواصل، هذه صفات المسلم الصديق الأرى، هذه صفات المسلم. نحن اليوم نعيش زوبعة كبيرة وهي زوبعة سوء استخدام الانترنت. اليوم شبابنا دي يستخدمون، طبعا بعضهم مو كلهم، دي يستخدمون الانترنت بصورة سيئة. يا ريت يعني احنا دا نعمل ويا ريت بقية وسائل الإعلام تعمل على تثقيف الشباب. يعني حقيقة الأخ فرزق نبهني إلى صورة لطيفة، يا ريت كل شاب اليوم ياخذ له فالصورة حلوة لتجمع معين لإيحاء معين وينشرها يوم وحدة إسلامية ونعطي مساحة للتناغم للالتقاء مع بيناتنا. يعني أنا فد رسالة أريد أوصلها، كثير من المحاضرات سمعت لكثير من سادتنا ومشايخنا وصراحة تأثرت بكلمة سيد رشيد الحسيني الله يحفظه، يقول أنت من قاعد تتصفح بالموبايل وشفت فد مقطع أو فد كلمة تمس الشعيرة مالتك أو تمس الإسلام مالتك، يعني أنت المفروض أولا تبتعد عن هذا الموقع وثانيا تعطي رسالة مضادة توضح شنو الإسلام، توضح شنو السماحة،
شنو التواصل؟ النبي محمد اجى لكل البشرية، رسالة الإمام الحسين عليه السلام اجت لكل البشرية. احنا اليوم كمسلمين نحب التسامح ان يكون ولكل البشرية. اليوم يجب ان يكون هناك صلة رحم ليس مع اقربائك فقط بل مع الجميع. اليوم العراق محتاج تكاتف، اليوم العراق محتاج وعي شبابي ناضج من رسالة إعلامية ناضجة للشباب. اليوم احنا جاي نعيش حرب إعلامية مفبركة علينا من الأمريكان وإسرائيل وغيرها، مواقع إلكترونية مؤذية للشاب العراقي. يجب علينا أن نوحد رسالتنا اليوم، يجب علينا أن نوحد رسالتنا اليوم بتثقيف الشباب العراقي، بزيادة وعي الشباب العراقي، وإن شاء الله بحق هذه المصيبة العظمى التي عزيزة على جميع المسلمين أن يكون هناك شباب عراقي مثقف واعي مقتدر، وهو موجود إن شاء الله، ولكن نطمع للأحسن والحمد لله رب العالمين. كل التوفيق حبيبي سافر مستمرين ياكم وبتغطيتنا، ولكن طه يقول خلينا ناخذ فاصل. طه فاصل تريد؟ فاصل، ناخذ فاصل قصير حتى نغير مكان هذا، اللي تعرفون المكان الان به زخم كثير، زياره مليونيه، نغير المكان وان شاء الله لنا عوده اخرى. هذه عوده اخرى مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا المباشره لولاية امير المؤمنين في هذه الليله العظيمه، ليله فقدنا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كما شاهدتم قبل قليل هذا المكان في جوار الرمق المقدس، محيط العتبه العليه المقدسه، يشهد اكتظاظ الزائرين، زياره مليونيه، وعلى مدى اكثر من ثلاثه ايام الزائرون يؤمون مرقد سيدنا امير المؤمنين في هذا المكان المقدس. وهذا المكان ايضا كما العدسات اللي موجوده خلفي والشاشه موجوده خلفي للعدسه، انه المواكب المعزيه تاتي من الشارع المسمى بشارع زين العابدين، تخترق مسافه اكثر من 500 متر، ومن بعدها تسير بجوار المرقد المقدس لسيد ولي امير المؤمنين. وهذه الباب تسمى بباب الساعه، وهذه الباب الرئيسيه تقوم المواكب باداء التحيه والسلام واداء البيعه لسيد ولي امير المؤمنين، ومن بعدها تتجه عبر شارع الصادق للخروج الى ساحه الميدان. لهذا هناك عمل دؤوب للجهات التنظيميه، للجهات الخدميه، للجهات الامنيه، في سبيل تأمين الزيارة وتأمين سير المواكب. بحدود 7000 موكب تم تسجيلها في النجف الأشرف لتقديم الخدمات وتقديم الزيارة. السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة خاتم سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عظم الله اجرنا ويرجع مراجعنا. شاهدت اليوم الكثير من الشباب ابطال جاءوا الى النجف الاشراف لتقديم ايات العزاء وتجديد البيعه مع امير المؤمنين عليه السلام في هذه المناسبه العظيمه. نعم والله هذا الفضل كله من رب العالمين واهل البيت ومراجعنا العظام على هذه، ونشكر شعبنا القائم بهاي الخدمه على هاي. كل التوفيق ان شاء الله حبيبي، كل التوفيق. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين بهذه التغطيه المباشره من جوار مرقد سيد ولاي امير المؤمنين عليه السلام، وسمعون مكبرات صوت للمواكب المعزيه لجميع المعزين في هذا المكان. معظم السلام عليكم، عظم الله اجركم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجركم جميعا، عظم الله اجرك يا امير المؤمنين، وهو صاحب العزاء طبعا، امير المؤمنين صاحب العزاء. تعازينا إلى جميع الأمة الإسلامية، تعازينا إلى عراقنا الحبيب، تعازينا إلى جيشنا الباسل، إلى حشدنا، إلى شرطتنا. اللهم بحق أمير المؤمنين وبحق النبي الأعظم أن تحفظ العراق وأهل العراق، وتحفظ شيعة العراق، وتحفظ العراق عامة. الله يبارك فيكم، الله موفقين إن شاء الله، والله يتقبل زيارتكم. ولازم مشاهدي الكرام هذه التغطية المباشرة نأخذ التعازي في هذه المناسبة الأليمة، ألا وهي ذكرى فقط لنبي الرشيد خير خلق الله،
بهذه المناسبة العظيمة نقدم آيات العزاء للعالم الأسمى اليوم الإسلامية. مشاهدي الكرام، حقيقة صورة معبرة ننقلها من خلال هذه الزيارة، زيارة سيد الله الأمير المؤمنين، وبهذا الفقد العظيم. وبهذا سلام عليكم حجي. الحجي مستعجل ويريد يزور، فلهذا شق طريقه بيني وبين الكاميرا. ومشاهدي الكرام، نقول لكم هذه الصور العظيمة، هذه الصور الجليلة، هذه الصور التي هي غاية في الروعة، غاية في الإبداع، غاية في التصميم. عشق ومعشوق بين السائر على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم للوصول إلى زيارة سيد ولاي أمير المؤمنين الولي الناصح الذي هو خليفة رسول الله من بعده في هذه الأمة، الذي بويع يوم الغدير، الذي أتمت له البيعة وأتمت له الديانة وأتمت له وأتم له الإسلام. وهكذا قال الباري عز وجل عليه السلام في هذا اليوم العظيم، في هذه الزيارة العظيمة. ومشاهدي الكرام، تشاهدون هذه الزيارة العظيمة وما يقدم من خلال هذه الزيارة العظيمة من خدمات كثيرة للزائرين. اذكرت قبل قليل هناك 7000 موكب تنغمت بين الموكب الخدمي ومواكب تقديم العزاء. مواكب تقديم العزاء جاءت من مختلف محافظات البلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم. عظم الله أجرك. الله يعلي شرفكم، الله يرضى عليكم، رحم الله والديكم. سيد رسول، من جيت حجي؟ أنا من ناحية القادسية. ما شاء الله، بعد عيني الله يطلعهم. جاي عزي أمير المؤمنين باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، النبي الأمي الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله. وأكيد عندما تقف أمام مركز سيد ولي أمير المؤمنين تجدد عهد وبيع لهذا الشخص اللي بقى وحيدا فردا من بعد رسول الله. نعم والله، إني مبايع لأمير المؤمنين ما بقيت حيا، وخادم إلى الإمام الحسين ما طول أكو نفس عندي. وهذا اليوم هو أعظم يوم على أمة محمد، إن عزي أمير المؤمنين باستشهاد النبي خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أنا من موفقين إن شاء الله سيدنا ترسلون بالسلامة، ربي يحفظكم ويسلمكم. مشاهدي الكرام، لازلنا وياكم وهذه التغطية الميدانية من النجف الأشرف لقناة الأيام اللي عودتكم دائما تبقى وتكون مع الحدث أينما يكون الحدث. سابقا كانت شبكة مراسيل الأيام منتشرة على الطرقات المؤدية إلى كربلاء المقدسة ابتداء من المناطق الحدودية وصولا إلى المناطق الميسمية، الطرق، المناطق الأهوار، وصولا إلى كربلاء. واليوم هو العكس، نصل بكاميراتنا بتغطياتنا المباشرة من النجف الأشرف وصولا إلى قلب المحبين الموالين المواسين الذين جاءوا إلى هذه البقعة المباركة المقدسة، ألا وهي مرقد أمير المؤمنين، وهي أيضا مرقد آدم ونوح، وهي مرقد لأنبياء الله هود وصالح. مشاهدي الكرام، الآن طاه ومن المخرج الحبيب أمير في الكنترول يعني يقولون الآن تغطيتنا وصلت إلى النهاية. أقدم لكم شكري الجزيل للمشاهدين الكرام بحسن المتابعة، حسن الإصغاء. شكر جزيل لإخواني الموجودين في الكنترول في العاصمة بغداد في مقر القناة، أمير، أبو صالح، ياسر، الإخوان المهندسين التقنية المخرجين، فضلا عن المصور الحبيب طاهر لما قدمه من جهود جبارة. وشرقنا لكم ساعة تلفزيونية من النجف الأشرف بجوار مركز سيد ولاي أمير المؤمنين، ولنا عودة يوم غد لنقل هذه الصور الحية ورسائلنا ولقاءاتنا مع الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.